أولا الحمد لله، ثلاث نقاط فهي كانت جد مهمة، كنا تنقص الحاجة ليها باش يمكننا أننا نزكيو المسار الإيجابي ديالنا. كنظن المقابلة كانت جد صعبة لأنه كنعرفو فريق الحسنة، فهو فريق كيتوفر على عناصر كبيرة ومدرب كبير. كنا كنتخوفو من هاد المقابلة لأنه كنا كنتظروا انه فريق الحسين حتى هو تيقلب على رده فعل تحاول ترجعوا للثقه. حاولنا امكن ما نخليوهاش انها تكون على حسابنا، كنا في ماتش بلا مونابي سيطرنا على جول اطوار المقابله، يمكن ابار لو جولون ولا لي جو ديريكت من الفريق الخصم ما كانش مشكلنا بزاف ديال الخطوره. كنظن عرفنا كيفاش نتعامل مع أطوار المقابلة. كنشكر اللاعب على القتالية ديالهم وكنظن 3 بوان هي مهمة. شكرا كوتش. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.